الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل بسبب دعمه لحزب الله. لاجئ سوري يضرم النار بنفسه أمام مبنى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت. صحيفة بريطانية تشير إلى أن بوتين يخطط للاستقالة من منصبه العام القادم لأسباب صحية والكرملين ينفي. السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل بسبب تقديمه الدعم لحزب الله المدعوم من إيران. ونقلت الصحيفة أن الخطوة تأتي في محاولة لتخفيف قبضة حزب الله على السلطة والذي تعتبره الولايات المتحدة عائقاً أمام سياساتها في المنطقة بحسب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي سيعلن عن القرار. وتأتي العقوبات على باسيل في حين ينتظر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد تكليف سعد الحريري برئاستها. وينضم إلينا فرانكو عبد القادر ناشط سياسي لبناني من اسطنبول. مرحبا بك سيد فرانكو. ماذا يعني فرض واشنطن عقوبات على جبران باسيل لارتباطه بحزب الله؟ مساء الخير إلى كل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. بداية هذا يعتبر انتصار للشعب اللبناني في قضيته ضد السلطة الفاسدة. يعني اليوم يعني كما شاهدنا كل منصات التواصل الاجتماعي تعبر عن بهجة وفرحة اللبنانيين، معظم الشعب اللبناني، بهذه العقوبات التي أقرت على جبران باسيل، حيث أذاعت وكالة رويتر اليوم أنه قد تم إقرار العقوبات على جبران باسيل، وبالتالي جبران باسيل سيعاني أكثر من الوحدة من العزلة لبنانيا وطبعا دوليا. يعني هو يعني كما الحال اليوم هو يعاني من عزلة أصلا، ولكن ستشتد العزلة عليه. وهنا لابد من الإشادة أن الشعب اللبناني ممتن، يعني يتشكر ويشكر الإدارة الأمريكية لإقرارها العقوبات على جبران باسيل. سيد فرانكو، كيف ستؤثر هذه العقوبات على حزب الله داخل لبنان وخارجه، لا سيما أنه هو المستهدف من هذه العقوبات بالأصل؟ اليوم حزب الله أصبح محرج جدا أمام جبران باسيل، لأنه جبران باسيل يعتبر الحليف الأول للحزب، وبالتالي على الحزب اليوم أن يناضل ويستشرس للدفاع عن جبران باسيل لبنانيا، حيث أنه لن يوافق، أعتقد أنه يعني كرد جميل لجبران باسيل الذي سانده على مدى السنوات الماضية منذ أن أقر اتفاق مارم خيل، حيث وقع الحزب الله مع التيار الوطني الحر، مع تيار جبران باسيل الذي رأسه، ورقة تفاهم، يعني ورقة تحالف وتفاهم ضد التكتلات الأخرى من الأحزاب اللبنانية. وبالتالي حزب الله اليوم محرج أكثر من أي وقت مضى، حيث يريد اليوم أن يدافع عن جبران باسيل بكلمة أوتية من قوة. طبعا هذا محرج لأنه سيقع، يعني هناك خلاف معلن بين جبران باسيل وسعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة، ويعني ستكون الأمور يعني مربكة لحزب الله وللجميع طبعا. وربما يزيد الحرج سيد فرانكو أن هي رسالة، مثابة رسالة من الولايات المتحدة، أن هناك شخصيات أخرى ربما تكون تحت العقوبات في المرحلة المقبلة. هل هذا وارد برأيك؟ طبعا نحن تكلمنا سابقا على عبر شاشتكم الكريمة أن سيف العقوبات سيقع على اللبنانيين المتحالفين مع حزب الله طبعا، وأولهم جبران باسيل. وربما العقوبات ستطال أشخاص ورؤوس أخرى ستتدحرج شيئا فشيئا أمام العقوبات، لأن طبعا هذا مؤشر خطير، لأن الإدارة الأمريكية أرسلت يعني ترسل رسالة بهذا الموضوع على أن جبران باسيل لا يمكن أن يشارك في هذه الحكومة التي تتشكل اليوم، وبالتالي إن مشاركة أحد الأشخاص الذين
أسماءهم موجودة على لائحة العقوبات الأمريكية في الحكومة اللبنانية، سيعرض الحكومة اللبنانية بأكملها العقوبات، وبالتالي طبعا لا أحد سيتجرأ على إدراج جبران باسيل أو من يمثله في هذه الحكومة التي تتشكل اليوم عبر رئيس الحرير المكلف. نعم، وضحت الصورة. سيد فرانكو عبد القادر، ناشط سياسي لبناني، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت أن لاجئا سوريا مسجلا مع المفوضية أضرم النار بنفسه قرب مركز الاستقبال التابع للمفوضية. وأكدت المفوضية أنه تم إنقاذ اللاجئ من قبل أفراد الأمن التابعين لها، يتم إسعافه للمشفى من قبل الدفاع المدني اللبناني، واضحة أنها على اتصال وثيق بالعائلة والفريق الطبي في المستشفى لمتابعة حالته، وتمنية أن تبقى هوية اللاجئ سرية للحفاظ على خصوصيته أثناء تلقيه العناية الطبية اللازمة. قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستقيل مطلع العام المقبل وسط مخاوف متزايدة على صحته بسبب إصابته بمرض باركنسون، فيما نفى ناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة ذلك، واصفا حالة بوتين بالجيدة. ويعرف مرض باركنسون باسم الشلل الارتعاشي، وهو اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر بشكل رئيس على الجهاز الحركي. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري الحاد لنظام الأسد في محافظة إدلب، وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغيريك بأن نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك كاتس قلق للغاية من أعمال العنف في إدلب، مشيرا لمقتل 8 مدنيين بينهم 4 أطفال وعمال إغاثة محليون. هذا واستهدف نظام الأسد يوم الأربعاء الماضي مدينتي إدلب وأريحة وبلدة كفرية بقذائف المدفعية الثقيلة، ما أدى لمقتل 8 مدنيين بينهم أطفال كانوا في طريقهم إلى المدرسة. أعادت التربية الحرة في إدلب افتتاح الثانوية الصناعية في معرض مصرين بعد توقفها لسنوات، حيث استقبلت هذا العام قرابة 400 طالب توزعوا على 5 مهن. المزيد في هذا التقرير. بعد توقف استمر لسنوات، انطلقت عجلة التعليم من جديد في ثانوية معرة مصرين الصناعية، خطوة لاقت إقبالا كبيرا من الطلاب اليافعين، وهم الشريحة المستهدفة بالتدريبات الحرفية والمهنية التي تقدمها الثانوية. الانطلاقة جاءت ثمرة جهود بذلتها التربية الحرة في إدلب بالتعاون مع منظمة بيبول إنيد. تم استقطاب حوالي 350 طالب متدرب في الثانوية الصناعية والمعهد الصناعي المهني. طبعا الغاية من المشروع في بنظر مديرية التربية والتعليم رفض الشمال السوري المحرر بكوادر مدربة ومهيئة لتغطية حاجات سوق العمل للكوادر المهنية المتدربة. الطلاب المتدربون داخل الثانوية يتوزعون إلى فئتين، فئة الثانوية الصناعية وهي مخصصة لحملة شهادة التعليم الأساسي وتعلم الطلاب مهنتي الميكانيك والكهرباء، وفئة مركز التدريب المهني لغير الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي وتدرب الطلاب على مهن الحدادة والنجارة والخراطة. مدة التدريب لكلا الفئتين حددته مديرية التربية بـ 24 شهرا. السنة بالتجربة الجديدة حطينا طلاب الصف اللي يدخلوا الصف التاسع بمهنتين اللي هن الكهرباء والميكانيك بحدود 150 طالب، والطلاب والمهن المتبقية اللي هي الطلاب المهني اللي هي الخراطة والحدادة والنجارة تقريبا بحدود 235 طالب. الكوادر التعليمية داخل الثانوية الصناعية التي تشرف على تعليم الطلاب المهن والحرف تمتاز بشهادات أكاديمية وخبرات مهنية عالية، كما يسهل عملها توفر المعدات والآلات اللازمة داخل ورشات التدريب. استوعبنا حدود من 40 إلى 45 طالب في قسم ميكانيك السيارات. طبعا قسمنا العام الدراسي تعليم نظامي، يعني 10 11
بكالوريا، يعني نفوت في تعليم شيء اسمه تعليم اكاديمي او تعليم مهني، عشان نتابع مع الطالب سنه بسنه، وان شاء الله هالطالب نتعب عليه يوصل لمرحله يعني يفوت معهد او يكمل جامعه ان شاء الله. امال كبيره لطلاب الثانويه المهنيه والمركز المهني ان تمكنهم دراستهم هنا من اكتساب خبرات تساعدهم في سوق العمل، وتمكنهم من نيل شهادات ثانويه تؤهلهم للدراسه الجامعيه كلا ضمن اختصاصه. من داخل الثانوية الصناعية بمدينة معارض مصر بريف إدلب، منصور صبرا، حلب اليوم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: الأزمات تحيط بنظام الأسد بعد الوقود وطوابير الخبز، مناطق سيطرة نظام بلا كهرباء. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أعلنت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد اليوم الجمعة انقطاعا عاما للتيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام نتيجة عطل في الشبكة. وقال وزير الكهرباء غسان الزامي لتلفزيون الإخبارية الموالي إن انقطاع التيار الكهربائي ناجم عن خروج إحدى مجموعات التوليد عن الخدمة تلاه خروج كافة المجموعات تباعا نتيجة زيادة الحمل. يأتي ذلك بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء واستمرار الأزمات في الوقود والخبز وارتفاع الأسعار الذي تعاني منه مناطق النظام. وينضم إلينا مروان السيد مراسل حلب اليوم من دمشق. مرحبا بك مروان، هل ما زالت الكهرباء منقطعة وما هي المناطق التي طالها الانقطاع؟ نعم، في الحقيقة لا تزال الكهرباء مقطوعة عن محافظتي دمشق وريفها. عاد التيار الكهربائي بنسبة لا تتجاوز 30% لباقي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. حاول موظفون بجهود شخصية في دمشق وريفها أن يعيدوا التيار الكهربائي، لكن لم يستمر سوى لدقائق قبل أن ينقطع مرة أخرى، وتستمر الكهرباء بالانقطاع حتى الآن لتؤثر بشكل كبير على حياة الأهالي الذين لم يبقى لهم مصادر يعتمدون عليها في أعمالهم اليومية. مروان، ماذا قصدت بجهود شخصية من هؤلاء الموظفين؟ موظفين من حكومة النظام ومن المواطنين بجهود شخصية حاولوا التوجه إلى محطات توليد الكهرباء والعمل على إعادة التيار الكهربائي، خاصة مع بداية فصل الشتاء واعتماد الكثير من الأهالي على المدافئ الكهربائية في ظل نقص كبير بمادة الوقود اللازم لفصل الشتاء. ولكن هذه الجهود كما تحدثت لم تثمر سوى دقائق وعادت الكهرباء للانقطاع. مروان، ما مدى صحة رواية النظام بأن هناك خللا في المحولات؟ في الحقيقة تواصلنا مع موظفين محليين في مؤسسة الكهرباء التابعة لحكومة النظام، أكدوا أنه لا يوجد خلل في محولات يقطع الكهرباء عن كافة البلاد حتى الآن،
حتى وقت تفجير خط الغاز المغذي للمحطات الرئيسية لم يستمر الانقطاع مثل هذه الفترة، فيما يبدو بحسب الموظفين أن نقص المحروقات بدأ يؤثر بشكل مباشر على التيار الكهربائي الذي يبدو أنه لن يكون متوفرا بشكل يكفي الأهالي خلال الأشهر القادمة. كيف ينظر الأهالي إلى هذه الأزمة وسط أزمات الخبز والوقود وما إلى ذلك من أزمات؟ حقيقة الأهالي اليوم يجدون أنفسهم في دوامة من الأزمات، نقص كبير في احتياجاتهم وغلاء كبير في الأسواق، إضافة للضغوط الأمنية المستمرة من قبل قوات النظام عليهم. أزمة الكهرباء هذه تأتي لتضيف أزمة أخرى في حياتهم، على الرغم من أنها لم تكن منتظمة حتى قبل هذا الانقطاع. بحسب الأهالي فإن انقطاعها المستمر يفاقم أوضاعهم المعيشية والخدمية، يعتبرون أن النظام هو المسؤول الأول عن هذه الأزمة وغيرها من الأزمات، لكن دون قدرتهم على التعبير عن ذلك أو الإفصاح عنه بسبب القبضة الأمنية المشددة. ربما تكون هي أكبر الأزمات التي يعاني منها الأهالي داخل مناطق نظام. مروان السيد مراسل حلب اليوم كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. قال قسم مكافحة المخدرات التابع لقوى الشرطة والأمن الوطني العام في مدينة الباب أنه ألقى القبض على 4 من مروجي المخدرات، وقال القسم إن معلومات وردت إليه عن المجموعة التي تنوي ترويج وبيع المخدرات في المدينة قبل أن ينصب لهم كمينا بمؤازرة القوات الخاصة والتدخل السريع ويضبط كمية من المخدرات التي كانت بحوزتهم. وذكر القسم أنه ضبط 3200 حبة. مصطفى خزام من ذوي الاحتياجات الخاصة ترك العيش في المخيمات وعاد لقريته في جبل الزاوية على الرغم من خطورة العيش فيها، وبدأ حياته وعمله من جديد. المزيد في هذا التقرير. أنا اسمي مصطفى خزام، بطلع الساعة 6 الصبح، بجي الساعة 10 من لم النايلون من مكبات الزبالة. بسامس مشون وبسامس، وحتى كنت روح على البارة. عندي 6 أولاد ساكن بقرية مرعيان بجبل الزاوية. في من الصبح الساعة 6، في الصبح الساعة 6 باكو وباكو العمتين، بحمل حالي وبطلع على بكدن الجحشي، بكدن الجحشي بحط عليها العرباي، بحمل حالي وبطلع على مكب بسامس، على مكب مشون بحمل حالي وبروح بحفر بالشوكي، بحفر بالشوكي على نايلو وقنيني من وقنيني على الباطة، بحمل حالي وبرجع على المغرب بعد المغرب. طلعت ما في شغل، قمت رجعت لهون لان بدي اشتغل. الدور لقيت فيه القاعد فيه عطوني اياها جماعة. عندي 6 اولاد، عمو فاطمي وعمر وخديجي، عبجيب لهم مصروف المدرسة من نايل ومن المندرين، هذا اللي بيعين بعطيهم يجيبوا دفاتر وقلم ومحايات، وما عم بتوفي والأمر كتير صعب. اجتمع قياديون سابقون في فصائل المعارضة ووجهاء ممثلون عن ريفي محافظة درعا الشرقي والغربي في منطقة الأشعري غرب المدينة بهدف تشكيل جسم عسكري وسياسي جديد. وبحسب موقع بلد نيوز فمن المقرر تمثيل مدينة القنيطرة بعدد من الأعضاء في التشكيل الجديد الذي سيحمل اسم اللجنة الوطنية المشتركة في الجنوب، والتي ستحل مكان لجنة درعا المركزية وخلية الأزمة. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن ب 264 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 214 صوتا لخصمه الجمهوري دونالد ترامب. وفعليا يفصل بايدن عن الفوز بالسباق الرئاسي للبيت الأبيض
6 أصوات فقط في المجمع الانتخابي، هذا ويحتاج المرشح إلى 270 صوتا من أصوات كبار الناخبين في المجمع الانتخابي من أصل 538 للفوز برئاسة الولايات المتحدة. نظمت جامعة الشام العالمية بريف حلب حفل التخريج الثاني لطلابها بعد مرور 8 أعوام على تأسيسها. بعد مرور 5 أعوام على تأسيسها في الشمال السوري، نظمت جامعة الشام العالمية بريف حلب حفل تخرج يعتبر الثاني من نوعه لطلابها، حيث تميزت هذه الدفعة بأنها ضمت أول دفعة من المهندسين على مستوى المناطق المحررة. طبعا بعد ما تركنا جامعات النظام المجرم انقطعنا عن الدراسة لعدة سنوات، بعدها الله أكرمنا بجامعات الثورة، ومن هذه الجامعات الصرح المبارك الصرح العظيم جامعة الشام العالمية اللي ساعدتنا لحتى نكمل دراستنا ومسيرتنا العلمية، وإن شاء الله نكون لبنة في بناء سوريا المستقبل، سوريا الحرة، ونكون سهم بكنانة الثورة السورية. الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا وتخرجنا رغم كل الصعوبات اللي مرينا فيها، ولكن نحن مستمرون إن شاء الله لإمداد ثورتنا والمثابرة إن شاء الله لإنهاء هذا النظام الطاغية والانتصار إن شاء الله بالثورة العظيمة. بلغ عدد خريجي هذه الدفعة بشكل عام 100 طالب وطالبة من كليات الهندسة المعلوماتية والهندسة المدنية والهندسة الكيميائية وهندسة الميكاترونيكس، بالإضافة لكلية الإدارة والاقتصاد وكلية الشريعة والقانون وكلية العلوم السياسية، كما تم قبول أكثر من 35% من هؤلاء الخريجين في مرحلة الدراسات العليا ضمن الجامعات التركية. سعينا في جامعة الشام منذ تأسيسها إلى أن تكون جامعتنا جامعة نوعية بدون أن نهتم بالمقاييس الكمية لأعداد الطلاب أو المدرسين، وبعد 5 سنوات من التعب والبذل يمكن أن نقول أننا حققنا جزء كبير من هذا الحلم الذي لن نرضى بأن نقف عند هذا الحد، وإنما سنسعى للتطور اللاحق بإذن الله تعالى بهذا الاتجاه. توج نشاطنا وتعبنا بقبول طلابنا واعتراف بشهاداتهم في جامعات تركية في هذا العام، حيث تم قبول أكثر من 31 طالب من خريجي جامعة الشام من الدورتين الأولى والثانية بالجامعات التركية. جامعة الشام العالمية تأسست عام 2015 بدعم من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، وذلك في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، حيث كانت أولى الجامعات التي تم تأسيسها في المناطق المحررة بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة لمتابعة تحصيلهم العلمي. ضمن نهائي بطولة الشمال الأولى لكرة السلة، توج نادي بنش بلقبه الثالث في الشمال السوري بعد مباراة نهائية أقيمت في الصالة الرياضية بمدينة إعزاز. بالتعاون بين المكتب الرياضي في مدينة إعزاز بريف حلب ورابطة كرة السلة في الشمال السوري، اختتمت بطولة الشمال الأولى لكرة السلة في الصالة الرياضية بمدينة إعزاز، وذلك ضمن لقاء جمع ناديي بنش والثورة. تحكيميا المباراة كانت فيها شوية صعوبة باعتبارها مباراة نهائية وشوية حساسية بخصوص المباراة. هلا بالنسبة للشكل العام التحكيم في المنطقة عندنا هون، نحن عندنا شوية ضعف بطاقم التحكيم لأن ما عندنا عدد كافي من الحكام. الدورة كلها حكموها حكمين أو ثلاثة يعني بالكثير، فنحن إن شاء الله هلا عندنا الفترة القادمة خطة لنشتغل على موضوع التحكيم، دورات تحكيم إن شاء الله منخرج دفع التحكيم للبطولات القادمة بيساعدونا بهذا الموضوع. المباراة النهائية حملت ندية ومنافسة قوية بين الفريقين، لتنتهي المباراة بفوز نادي بنش على نادي الثورة، وبذلك يضيف نادي بنش اللقب الثالث له في المناطق المحررة. الحمد لله رب العالمين، قدرنا نوصل للمباراة النهائية ببطولة إعزاز الأولى المقامة برعاية رابطة كرة السلة في الشمال السوري. واجهنا بالمباراة النهائية نادي الثورة الرياضي. الحمد لله رب العالمين، بعد ما ربحنا بمباراة نصف النهائي على نادي النخبي
الرياضي مدينة عزاز. مباراة كانت قوية جدا من بدايتها، كان جميلة جدا، كانت مشاركة رائعة لنا كفريق جاء من محافظة إدلب، من مدينة إدلب. البطولة هدفها إحياء الرياضة في المناطق المحررة، النهوض بها، العودة بالرياضات التي تؤدي إلى انتعاش الرياضيين، الأفكار للجيل الناشئ إن شاء الله. بطولة الشمال الأولى تعتبر نواة أعمال الرابطة الجديدة التي أسست في الشمال السوري، والتي أطلق عليها اسم رابطة كرة السلة في الشمال السوري، إذ تهدف إلى زيادة شعبية لعبة كرة السلة بين السوريين وتنظيم بطولات أخرى في المنطقة. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.